بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى. ودرسيني لحد وكمد دروستي تحنها هيد كتاب كيني صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراه. درسي إنه قدن بيي وحاينو كسو هدليني الجهر والإسرار في القراءة في صلاة الليل كر إن لو قادو إن هوس لو ديغو قرآن كا لغتو كان يو صلاة الليل. درسي إنه ما أنت وحاينو كبلابي دونا ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات رسولك صلوات ربي وسلامه عليه محوك أخرين شري صلاة الشنطة إلين كتابك وحوك بيزقري سيهي أما أكس لي سيهي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سيدي باي أحي إن وإن تسشيخ سيدي أتوكن شري سيدي إنك أركينا أي كتابك أؤلفي مركا محوك تكن شري سور كيبو مركا أخرين شري. وأما ما كان يقرأه وحي أخر جري النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات صلاة شنتاء من السور والآيات سورة إيا آية فإن ذلك أرنتاس يختلف وحايكك لدونتهي باختلاف الصلوات الخمس سيدا شنت الصلاة دود أيوك لدوينيهن أو صلاة با صلاة كلاعاني أولمد أهين قرآن كلا أخرين جري وغيرها إيا إنتا وحان أهين صلاة ها سنها آه. وهاك تفصيل ذلك حلك محان مركا كوغسو قد بندنا بولي وهاك واكن تفصيل ذلك فاهفاهنتا أهرنتا مبتدئين إنك أو مركا كب اللابين بالصلاة الأولى من الخمس صلاة أوه الرئيسة صلاة هشنتا صلاة أوه الرئيسة وصلاة الفجر صلاة صبح ما كان النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح وآخرين شريء أيوك بالله بيا صلاة الفجر. كان صلى الله عليه وسلم نبي وحاوها يقرأ فيها مدك أخريا وبعد الفاتحة فاتحة هذا مركز الأخرية كدبوح الأخرين يبينك هذا ليناي. كان صلى الله عليه وسلم نبي وحوها يقرأ فيها مدك أخرية بطوال المفصل سورة هذا دير قرآن كمفصل كليلة أما السبع خميسات أين أنقانو أفرت جزء وهو سيء قرآن كسورة ذي سدع دير بوكتو كنشري. فكان وحوها صلى الله عليه وسلم أحيانا مرمرك قار يقرأ مد أخرية الواقعة سورة إذا وقعت الواقعة أي أخر شري ونحوها من السور هي سورة هلمتك في الركعتين لبدا ركعة بمركك أخر شري أوك لقيبين شري. وقرأ وحوك لو أخري من سورة الطور إن لا يداه من وحكونا أكسن سورة الطور بأخري والنبي صلى الله عليه وسلم سورة أوردن بأخري سورة وحي راكمد حديث كسيدة أوت المامي مؤخرين سورة الطور أي النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاتي فجرك وكنت كذي. وذلك أرنتها سنوحا إذا عضي في حجة الوداع حجك لورنجري حجة الوداع وحجك كلية نبي صلوات ربي وسلامه عليه وحجي بوها مركا حجك صلاة الفجر كي أيوه حكوت كذي سورة ليلة سورة الطور. وكان أحيانا مرمر وحاوها نبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من أخريا قاف والقرآن المجيد ها سورة أيو أخرني ونحوها إيا سورة ذا اللمدك ونحوها مركا ليلة وموضوع أي سورة ذني كساب سنتها أي سورة ذا اللمدك هي اللي معناها ها في الركعة الأولى ركعتك وبعد بكو أخرني وأول مست لبب يجي يبد
أيو رقعدا هوري مركا كتوكني وكان أحيانا وقت يدقار وحاوها صلى الله عليه وسلم يقرأ من أخريا بقصار مفصل سورة هقاقابا سبع خميسات أو أفرت جزء هوسي سورة دي سقاقابا بومر مركو تكني مركا قاقابا ليلة ذو سورة صفحة دي وحكا يرنق نيسا ك إذا الشمس كورت سورة إذا الشمس كورت سورة الشمس أي أخرني وقرأ مرة مرن وحاو كتك ذي إذا زلزلت إذا زلزلت الأرض زلزالها أي كتك ذي في الركعتين كلاهما لبدي ركعة ضب لبدي ركعة ركعة هرو إذا زلزلت كتك ذي والركوع والسجود ركعة لبعد مركو صار نقضي فاتحة أخرين إذا زلزلت بأخرين صحابي وريي باوحي حتى قال الراوي صحابي وريي إلا أكيري فلا أدري حدب مقران أيو أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولكم يو إلا وي إن أقعدي هري وسورة كنت كذي أم قرأ ذلك مسوحة وأخري عمدا ولكعي مكاسي كسأه وأخري مكلا قران أيو مخلنا النبي صلى الله عليه وسلم وحكى سبنات الله بدي رجع عضد با إسكو السورة أما إسكو قرآن إنه كتب كذي وقرأ مرة في السفر النبي صلى الله عليه وسلم مرء سفر أهاوح كتب كذي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس على بدأ سورة بكتب كذي سفر كسيدي سبا إساقا وحو كان صدع تخفيف يفضو ذي وسببت إلهي سبحانه وتعالى وفضو ذي صلاة دي أفرت الرقعضات أهيدين ينسوه قابلنا والله برقعضات كالبنا ما دام وفضو ذي هاي حكمة دمكين يسو إن القرآن دير أخرسين سفر بات كجرتا ودن دير بات كسوبيسا إن القرآن كاقا قابستين أي أمرك حكمة إيكينا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم سفر سورة هقاقابا أيو صلاة الفجر كنت كذيوي وقال لعقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه عقبة حكيري اقرأ في صلاتك صلاة دابك أخري المعوذتين لبدا قل أعوذ وقل أعوذ برب الناس يقول أعوذ برب الفلق سببت وامحي فما تعوذ ممجنجل متعوذ قف وحمجنجل يا بمثلهما سدا إيجا أوكل إيجا أوكل سدا يكو إلى علينا يا وإلهي سبحانه وتعالى أوكاج إلى علينا يا شياطين تي يا حاسدك يا سحرك يا مصيبين كوردان سدا ويك أيكاج إلى علين كران حرس حد قف سميستا إيجا أوكل ما سميسن وي يعني حسيرك أوفي عن إيات سميسين كرتيد والله وضع صورة دينا تكتو كتدو أخر سيدوي مركا حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم مكلا الشيقين مصلاة الفجر با مصلاة كلا صلاة لها أوردن مركا ويكون طبق بكتا ساسو الشيخ مركا أسوقاتي إنو النبي صلى الله عليه وسلم كدي ريقلي وكان أحيانا مرمر النبي صلى الله عليه وسلم وحوها يقرأ مد أخريا بأكثر من ذلك إن أنت كبداً أي أخرني فكان يقرأ وحوها من أخرية 60 آية لحذاً آية ذود فأكثر أي وحكبداً لحذاً آية ذود أي وحكبداً أي مرمر كقار أخرني قال بعض رواته حديث كان صحابة ورسي مرواد ورسي قيب كم إذا أي وحي لاهذين لا أدري ما قرنينه لا أدري ما قرنين في إحدى الركعتين لحذن كآية ذود ما لبدا الركعة ذود إيه صلاة الفجر متكمد أهأيو كتو كذي أو في كلتيهما مثل لبدا الركعة ذود با وكتو كذي أو صدن ركعة صدن آية ذود إيه صدن آية ذود أيو أكل غيبية ما قرنين أي إلهي مرك النبي صلى الله عليه وسلم إنه مرك آيات فربضا وكنت كذي أي مرك حديث كاسيه تلمامي ومرة وكان يقرأ وحوها النبي صلى الله عليه وسلم الأخرية بسورة الروم سورة الروم ليلة ذو سورة ديروي سورة الروم ليلة ذو أي مرمر صلاة الفجر كنت كني وأحيانا مرمر روحه أخرني بسورة ياسين سورة ياسين ليلة ذو أي أخرني
ومرة مرنا صلى الصبح نبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح أيو حدتك كتجي بمكة مكة فاستفتح وحان باللابي سورة المؤمنون ها سورة المؤمنين سورة سورة ريادو مؤمنون أيو باللابي ها سورة المؤمنون ليرادو أيو باللابي حتى جاء إلا أسرقاري ذكر موسى وهارون آيات كتلمامة يا نبي موسى إيو هارون تلمامة يا حرجين يا صفحة الصدحات إني أهيد ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسولنا تترى حالك آياتك ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين حالك إلا أسوق يعني مركا ولبصف حدود إيو حوغا لبصف حدود يبرم يلها أيو مركا كتك هذي صحابي كشكي آيات كي أسوق يعني وحو إلي حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى ذكر عيسى أنا وحلو شيخي صفحة أفراد وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين إلى ملها أسوق يعني مركا صدح بيج إيبان عمل لببيج إيبان أي مركا نبي صلى الله عليه وسلم كنت كذي شك بعض الرواة حديث صحابة ورسي قال كم إذا إياك الشكي أخذته سعلة مركو هل كان مريي أي مركا قفع قبتي فركع عون الركوع ويرسح ذي دو ذيدنا وكل ركوع وكان أحيانا سعلة إلا إله ذبعنا في عن سعلة وقفع وكان أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم مرمر وحوها يأمهم فيها مد كتشي أو إمام أقول نقضى صحابة بوصافات سورة وصافات صفة أي أبو كتشيني وكان وحوها يصليها مد كتكذا يوم الجمعة ما لنتج معها صلاة دي سفجرنا بألف لام ميم تنزيل سورة السجدة سورة السجدة أي كتكني في الركعة الأولى وصدح بيج رقعدك وبدو كتكني وفي الثانية رقعد اللبادنا بهلتها على الإنسان حين من الدهر أي كتكني وألا ببيج مالها وكان يطول وحو أهانه صلى الله عليه وسلم مدهرية في الركعة الأولى ركعة دهره ويقصر في الثانية ها ونقابل أي ركعة دهره سيدا أي كين يسحقمتنا صلاة سيدا أي أكله الرئيس إني أكل قرآن بدن تهيوي قفكو إنو ركعة دهره قل هو اللي كنتو كدو طلباتنا وألقارع بالله حقمت بكينيس talla rabo in lagu soo gaaro oo jamaacada la soo gaaro waa ragacada hore markaa quraankeedu inuu dheeraado rukuucdeedu dheeraato sujuuddeedu dheeraato ta dambena ay ka yaraato tii hore intii aad markaa ku tukatay sida xikmadu ay keenayso nabiga sallallahu alayhi wasallam uu sameen jiray sida ay ahayd wa kana marka inta waxaynu ku soo aragnay ama aynu ku tilmaanay awalan rasuulku sallallahu alayhi wa sallam suuradihi uu ku tukan jiray salaatul fajr inay kala duwanaayeen oo marba oo marka ama suurada dhaadheer ama suurada gaagaaban uu ku tukanayay ayaynu soo tilmaanay een culimadu waxay isku khilaafaan nabi sallallahu alayhi wa sallam suuradaha gaagaaban أما قصار المفصل حجيبك باللودان سورة هجا جابنا للشيعيو المدى غيبت دو حيلة ذن والضحى أنت كوه صيصة أي قصار المفصل إلى هذا أنت كسر إنسان طوال المفصل أي نقرة إنسان المدى غيبت دو حيلة المامان سورة إذا الشمس كويرت أنت كوه صيصة أي مرك قصار المفصل لا لكن القرآن كأي نبي صلى الله عليه وسلم كنت كني أنت بدن القرآن كأي بدن إمامك وحاو بنان إنه القرآن كي رجع ده هري كنت كذي رجع ده لبعد كنت كذي إنه ينك قاضنينا وحين كق قاضنينا نبي صلى الله عليه وسلم سورة بركة أما سورة قيب كمدين وكنت كذي أنا أي بنان ده سورة المؤمنون بالله بي مركع دحدا حالة دي هاي استعجس وقفع مكا
هاو الركوع لكن غير كم إذا سورة لقط كان كرو ينا ويبنان تهي لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم إنه رجعت كست سورة جارسي سورة أو بلعبه أو دم يستره ساز هدي النبي صلى الله عليه وسلم وها القراءة في سنة الفجر سنة صلاة الصبح القرآن كلا ربا إن لقط كذو بعد الفاتحة وحا أين هل كانت المامينة حديث بدن باكو سو ارورتي فضلغا اي لهدahay labada ragacadood ee salaatul fajr ka horeeyay nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu tilmaamay dadku hadii ay ogaan lahaayeen labada ragacadood ee salaatul fajr ka horeeyay adduunka iyo wax yaala way siisan lahaayeen hadith macnihiisu sidaa tilmaamay marka labada ragacadood nabi sallallahu alayhi wasallam saxaabadan waxay tilmaameen ma tarakaha fi hadar wala safar النبي صلى الله عليه وسلم رجع عدود كمتين إسقاط سفر أ إسقاط نج أو مركز شوقة مد نبك موت تجيني أنت أول تكن شري لا بد رجع عدود إلا دائما أودتك أي تكذان وغفل بقو إلى ليه ولا جم مارما ولا برجع عدود أو مركز قبل الفجر أتكن إس مسوا أرورين سنة كذا بيا فجر مسوا أرورين وأما قراءته آخر سكين النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي سنة الفجر لبدا ركعة دوت إيه سنة هي صلاة الصبح فكانت خفيفة جدا وحي أهيد مدآت أفوذ حتى إن عائشة رضي الله عنها وأرضاها إلا أي كانت تقول أي أرنجرتي هل قرأ فيها لبدا ركعة دوت النبي صلى الله عليه وسلم كو أخري بأم الكتاب ها سورة الفاتحة مقعية سورة الفاتحة هي كمت هاي أم الكتاب مكو أخري فاتح مسكو مو آخر أي كشكي جرتي يعني سيدي أفضو ذاي أولا بدح عدد أي أفضو ذاي وكان أحيانا نبي صلى الله عليه وسلم مرمر وحاوها يقرأ مد أخريا بعد الفاتحة فاتحة كذب مد أخريا منهما لبدا ركع في الأولى منهما لبدا ركع ذو التخور أيو حكو أخرين شري قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا آياتك إلى آخر الآية آية دمات كيد أيو قارسين شري هل كآية أيو مركا كنت كين شري وفي الأخرى ركع عد اللبادنا وحو أخرين شري آية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله آيات أيومك إلى آخرها قرسينه مكا ويسو أررت النبي صلى الله عليه وسلم إنه هل آيات ورقعت كتك ذي ويسو أررت وربما قرأ بدلها وحلق يابا إنه مرمرنا رقعت الدنبي وكبدلوا آيات قل يا أهل الكتاب أيضا نسوت المعني يقول أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا إنه كبدلوا فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله إلى آخر الآية أيضا دمت كذا إنه كبدلوا وأحيانا مرمرنا وحاوها يقرأ من أخري النبي صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الكافرون سورة الكافرون أي أخرني وفي الأولى سورة الكافرون وحو أخرين أي رقعة دمب وفي الأولى تخورين وحو أخرين أي قل هو الله أحد ما يا قل يا أيها الكافرون وحو أخرين في الأولى رقعة دمب وقل هو الله أحدنا في الأخرى رقعة دمب ها ساسوا سميني مركا أنتم وحييهين سنه النبي صلى الله عليه وسلم كسو أروري أي أنتم تلماميا وكان يقول وحا النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم وحا ان مديدا نعم السورتان وناكسنا وناك بدنا لبدا سورادود هما لبدن ها لبدن سورادود وناك بدنا اي اورن جيري وسمع وحونا مقلي وها لبدا سورادود وا كوي وا قل يا ايها الكافرون إيو قل هو الله وسمع وحو مغلي رجلا من النبي صلى الله عليه وسلم مغلي يقرأ السورة الأولى سورة دي هوري يقول يا أيها الكافرون كو أخرنا يا في الرقعة الأولى رقعة دي هوري فقال وحو يري هذا عبد ك
كاسي وأدون آمن بربه ربي رمي قل يا أيها الكافرون حيك هذا الشاء قل يا أيها الكافرون وحيك هذا الشاء المفاصلة بين التوحيد والشرك أما بين الإيمان والكفر كلا سعد لك لا سعيو قال لمذي إسلام لمذي ها قفك مسلم كائن أنا قال هذا وحي عابدان لا عابد دونين يقول أنا أسوغلين لكم دينكم ولي دين إذن الدين تينا لدين أن الدين تينا ليه قفكني مكا وحي ينكاسي وأدون إلهي سبحانه وتعالى رمي سورة دامركو أخرين ثم قرأ السورة الثانية سورة اللباد أقول هو لا يؤخري الأخرى حق عدي اللباد فقال دوذات نوحي للنبي صلى الله عليه وسلم هذا عبد كان وأدون عرف ربه ربي بارتي قل هو لنا محيك هذا شاء إلهي سبحانه وتعالى بيت المانتا تلمامها إلهي الليه إنو كليه إن إساق لوباها هي عدك لي أنا أنا أباهن إساق وحيت المانتا إن أنا عيد لدي أنت أشرين إنو كليه هي تلمامي صفاتك إلهي بيشكتا مكا وحوي لكاسي وأدون إلهي سي مكا قرتيوي ساسوي marka labada suuradood nabiga sallallahu alayhi wasallam in lagu tukado inuu amaanay isaguna uu ku tugan jiray ayay tilmaamaysaa salaatul fajr marka guud ahaan quraanka kala duwan ayaa sunnaheeda iyo faralkeedaba ku soo aroray salaatul dhuhr salaada dhuhr waxaa lagu tukadaa wa kana sallallahu alayhi wasallam nabigu waxa uu ahaa yaqra'u mid akhriya في الركعتين الأوليين لبدا ركعتوت إيه هوري بفاتحة الكتاب ها الحمد أي أخرين جري فاتحة أي أخرين جري وسورتين لبا سورة دو كالنا وأخرين جري والله قرانا يا لبدا سورة دو ميا والله سورة دو كالنا وأخريني مدام آني تلاو ديسو كرمك آن أقادين ويطول حوديريني في الأولى تغري ما لا يطول وحان ديرين في الثانية تدنبين مركز ترقع دهورا ديرين تدنبين ويكي رقع بني ها رقع دهورا وحكس تقو كجلة صالحان هديات رقع دهورا صفحات أما بيج بركي كتكتي صفحات تدنبين واتكسي رينيسا هذه رقعة هور الركوع دي دي آت شنجر سبحان ربي العظيم تلي تندم بسدح كدي وإنك لا يرى ذان لبعض رقعة دون أي النبي صلى الله عليه وسلم كسو قنوي أو إن هدي سي أحي وكان وحوها النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا مرمر يطيلها مت صلاة الظهر رقعة ذي ذريرية حتى أنه كانت إلا أي كدعي جرتي إن تقام أن حتى أنه إلا أي كانت أحيد صلاة الظهر تقام صلاة الظهر مد مركا لأوغ ومركا لأقيم دبادنا فيذهب الذاهب قف باتقي إلى البقيع بقيع ماشي اللي يلاهدو أي آذي فيقضي حاجته دنيه سأيك سوق ذني بقيع ولي غنا مسجد النبوي قف كي تجي النبي صلى الله عليه وسلم مسجد النبوي وكنت كني بقيعنا وحبالها مساجد كمركا توسيعوا ينقي سمركا لأيغو تدين عن كحيها انتي مساجد كالنبي صلى الله عليه وسلم أصل أهان أهان كذي أو على مدير عقار أه أما قرين أهباء كهر يا رئيسا انت مركا ديكتد بقيعنا آديكتد قف لقيي أو حبالها تجي هل كأي كنت على بقيع أو مركا كسو أديكتي دنوه لها كسو أديكتي أو كسو النقضي أي كسو النقضي فيذهب الذاهب قف بات تجي صلاة ديو مركا استاقي أو لحديوي إلى البقيع بقيع بتجي فيقضي حاجته دنتي سيسو أقذني ثم يأتي منزله دبدي دقري سوقف كاس إيماني ثم يتوضأ وأوسي سني ثم يأتي إيماني ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى رسولك أولي ركعة دي كوباد كتشرة إنك سلاة دي نخورم ظهر أدقو هل كسو مريح دي إمامك وآقيمه ما ديك وآقيمه ركعة دي نتشوكر دي وآبت مكبو والركوعية
waxaan keenayaa wadciga iyo duruuftan dadka hadii aad yar dheeraysid war sheekhu ma taraawiix buu ka dhigay baashi baa la odhanayaa waa sidee salaada dheer maxay ahayd marka nabi sal slam hadiigiisa ka mid ahayd in waqtiyada qaybtood salaadahan siriga ah ee duhur iyo casar ee tilaawada aan la maqlayn uu salaada dheereeyo taa macnaheedu waxa weeye qur-aan dheer buu ku tukanayay iskamu aamusnayne qur-aan dheer ayuu ku tukanayay wey waaye marka sida u dheeranayay buu tilmaamayaa xadiidkaasi wakaanuu waxay ahaayeen saxaabadu yadunnuuna kuwa maleeya annahu yuriidu bidaalik inuu arrintaa ula jeedo ama ka doonayo waxay malaynayeen inuu markaa nabigu sal alla slam arrintaa ugala jeedo ama uu doonayo an yudrika annaasu inay dadku soo gaadhaan fi ragcati aluulaa ragcadda hore ragcadda hore si loo soo gaadho ayuu markaa salaada ragcadda hore u dheeraynayay وكان وحوها نبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من أخريا في كل متكست أو من الركعتين لبدا ركعة ذات قدر 30 آية إلى صد آية ذات قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل سجدة ويمي سبق ولا بقيو وصدح بقبة سورة السجدة سورة السجدة أنت الأخرية أوكالي أيو لبدا ركعة ذات nabigu sal alla slam akhrin jiray oo taagnaan jiray innagana qofka u dheer oo salaada dheereeya oo qofka alqaariic akhriya alqaariicaad akhrisid imaamku waa laska aamusaya maanta oo dhan qofka xitaa tilaabo kale sii akhrin qul huwa loo akhriyey bes uu sugayaa imaamka qur-aanka la akhri iyo waxaas ma soo gelayaan asal ahaanna salaada inaad iska aamustid lama ogola tilaawadii waa dhammaysatay qur-aankana sii akhri imaamku ma rukuucin adigu sii wado dikrigii subxaana rabbiya alacla waad saddex jeer tidhi imaamkii dikri kaluu sii akhriyey ku sii celceli sii wad waayo salaada in laga aamuso sax ma ah sax ma ah waa tahay wafiiha wuxuu kaloo akhrinayay wafiiha alfaatixa ha yacni soddonka aayadood waxay la mid yihiin buu leeyahay inta la akhriyo suuradda la yidhaaha sajda iyo faatixada wa axyaana nabigu sal alla slam marmar wuxuu ahaa marmar wuxuu kaana wuxuu ahaa yaqra'u mid akhriya markaa waa labadii ragcadood oo horeynu ku jirnaaye bi wasamaa'i waltaariq iyo wasamaa'i daati lburuuj iyo walleyli idaa yaqasha saddexdaa suuradood ونحوها هي سورتها لمد كأه إيه من السور سورتها يعني وحي لمد سورتها أي أخرني خرين نحن أصر مرني نبي صلى الله عليه وسلم سورتها قرآن سيد سود الحجان واختي ذا غيب في دقمة كنجل سورتها اسخ موضوع كهرضية قيامها كهرضية أو كله وحا وإسراع إنشري والله ما سورة ذا نسكو حجين إنه كنت كذو أي هديه سيكم بلاحيه waaye warubamaa qara'a marmarna wuxuu ahaa marmar inuu akhriyo warubamaa qara'a waxaaba laga yaabaa inuu akhriyo ida samaa'u shaqat suuraddaa inuu akhriyo wanaxwihaa iyo suuradaha la midka ah wa kaanuu waxay ahaayeen saxaabadu waa su-aal la isweydiin karo qur-aankan uu akhrinayo maadaama salaadu siriya tahay seebay saxaabadu ku ogaan jireen laba qaab laba arrimoodba way ku ogaan jireen halkan xadiidku wuxuu tilmaamayaa wa kaanuu yacrifuuna waxay ahaayeen saxaabadu kuwa ku ogaada qiraa'atahu akhriskiisa fi dhuhri waalcasri duhur iyo casar biiطiraabi lixyatiihi dhaqdhaqaaqa gadhkiisa nin gadh weyn buu ahaa gadhkiisu marka uu dhaqdhaqaaqayo oo afkii uu dhaqdhaqaajinayo wax akhrinayo ayay ku garan jireen waxaa kaloo nabiga sal slam lagu garan jiray nabiga waxaa dhaqan u ahayd qur-aanka uu akhrinayo marmar aayad inuu kor u qaado isagoo tukanaya iyaaka nacbudu iyaaka nastaciin saasoo kale ama suuraddii uu akhrinayay hal aayad oo kamid ah uu kor u qaado dabadna la garto suuradda uu akhrinayo suurad ay tahay marka labada arrimoodba waa lagu garan jiray qiraa'atuhu sala allahu calayhi wasalam nabigu wuxuu akhrin jiray aayaat بعد الفاتحة في الآخرتين لما دي ركع دو هرين سوام مرني
oo dhuhurka labada ragcadood ee dambe akhriskiisi aayada inuu akhriyo faatixada kadib وكان وحوها النبي صلى الله عليه وسلم يجعل مديالا الركعتين الأخريتين الأخيرتين الركعتين الأخيرتين لبدا ركعتين دمبي أقصر كو كجابا من الأوليين لبدا ركعتين أخرين قدر النصف كلا بدر أوكل حدو ركعتين أخرين تاجنا صفحة إن لو أخرين كرم ها ركعت الدنب ينوي كسيرين لبدا ركعتود كسي حجانا تنصدحنا ركعتي هري كلا بركيداي اهيد تافرادنا ركعتي لبات كلا بركيداي ها قدر النصف ساسوغله جيدا وكان وحو ها يجعل مد كديغا الركعتين الاخيرتين لبدا ركعتود اي دنب اقصرك وكغابن من الاوليين لبدي ركعتود اي هره قدر النصف ان كلا بد مركا غاريسا قدر 15 ايه هذه صدنا هيد كو هره مركا 15 ميلها وربما حلكا وربما شيخ انه قليو حوغاه ولغير وناكسين يعني سببتو ان النبي صلى الله عليه وسلم غالب صلواته وحيا هيد ان انه كوكب سنجري فاتحه هذا لبا ركعتو دبي غالب كي هيد ربما حوغاه يعني وضعي كلا دودوان انه شيخ او كلا اي تلماميسا وربما اقتصر وحب الغيابة انه كوكب صدو فيها لبا ركعتو على الفاتحه فاتحة بينه كوكب صلب إنه فاتحة ذا كوكب ناضو وفاتحة ذا كلي آخر يوم أي أدعي شفتي بلي وأيه وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة إن لا آخر يوم واجب لماذا إن لا آخر يوم فاتحة ذا ركعة كستا مسألة داس وحكوت تجي مالك يا شافعي يا أوزاعي يا رواية لغوريو إمام أحمد أي كنت جاي إن أي واجب تهي ركعات كستا فاتحة إلا آخر وحان الدليشاني عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم مرني لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قفك أن أخر فاتحة صلاة يوم تشرته مركع ركعات كستا إلا آخر يوم علم ذا أي كنت جاي وغدا مرأ وحقوق فري نبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته نكي سلادي سحمي بقراءة الفاتحة بقراءة الفاتحة فاتحة ذين وأخريو في كل ركعة ركعة كستا وإن صوت المعنى حديث كاسي لبو طريق أيكي مادا طريق حقا علماء شكي يوحي قليان يعني صحة إذا وار لقى حد الله هذا البدن بقى لقليا لبدا الرواية رواية كمد أهي وحي تلمان تا إن النبي صلى الله عليه وسلم يلي اقرأ ما تيسر من القرآن القرآن كوحي كوفو ذو هذا أخري رواية كلنا وحي تلمان تا فاتحة سيقارة أو تلمان تا مركا على كل شيخ وحاو بركا حوتشنا يا تافات حذك تلمام يسوحي لي نبو سبح سبح الفرعين انك صلاة دي سحمي إنو فاتح حذك وأخري في كل ركعة ركعة كستا حيث قال له وحو كير مركا نبو صلى الله عليه وسلم بعد أن أمره بقراءتها كذب مركي وفري أخرس كذا في الركعة الأولى ركعة دهوري ثم افعل ذلك سدا سماء في صلاتك كلها صلاة هذا أورا محل فائدة يعني أنت لغيري أخري صلاة رجع عدي هراء رجع هذا دمبر مكا كذا بقى مكا سماوي وفي رواية رواية كان وحيات في كل ركعة ورواية كواد حسن آيات المامسي في كل ركعة ها وكان وحوها النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم مد مقشية صحابة الآية أحيانا آية آية أي مرمر مقشيني هرين أصوت الماني وصلاة هذا سرقة قرآن كأول نبي صلى الله عليه وسلم كنت كان أيو هل آية ذوكالي أي مركا كرؤ قادي أو أي كدريمين قرآن كأي سورة وآخرين أيو أي كدريمين وكانوا وحيا هاي صحابة
يسمعون كوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم منه استغى كما قال النغمة ها نغمتي أما صوت كي أي كما قليين يعني القرآن كي كل قيني أو هوس أخرني أي كما قليين بسبح اسم ربك الأعلى ها سبح اسم ربك الأعلى سو أخرني كما قليين وهل أتاك حديث الغاشية لبدا با وي كما قليين وي ولو حين كوشنا مركا صلاتي ظهور بين كوشنا عصر بين قاري مركا إنو لبدا صورة كتو كان يين وي دعيسي وكان وحوها النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا مرمر يقرأ مد أخريا بي والسماء ذات البروج و بي والسماء والطارق لبدا صورة دوت أيو كتو كان يين ونحوهما إيو وحي لمد أخو من السور سورة دا وأحيانا يقرأ بالليل إذا يغشى ونحوها والليل هي سورة لم يتكاب مرمانا كنت كنين فكان النبي صلى الله عليه وسلم مو أهين من دائما أما توكتية قل هو الليال والعصري مو أهين القرآن كالدون أيك أخرني القرآن كسرقة أما صلوات كسرقة القرآن كالدون بك أخرني ومن مر قرآن كوديراني سلا أين صوت المانين صلاة العصر صلاة عصر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوحوها يقرأ في الأوليين لبدرك عدود يخرمتك أخريا بفاتحة الكتاب فاتحة وسورتين يلا بسورة ويطول في الأولى تخرأ يديرين ما لا يطول في الثانية إن آنوا ديرين فقعد اللبعض قرين وحن تلماني هدي النبي صلى الله عليه وسلم سدا أيها لبذا رجع عدود إيه صلاة إسحقة إسكودرر ما يأهين إسكودرر ما يأهين إسكوركوع ما يأهين إسكوسجودنا ما يأهين مركز رجع عدود قرئ أي ديران يسوي وكانوا وحي أهين صحابة يظنون وأنت نسوم الرئب كسعري يظنون كوما ليا أنه يريد ذلك إن أرنتا أدونيو أن يدرك الناس إن يسو قاعدان دادكو في الركعة ركعة دا مركا إن يسو قاعدان أيو مركا أديرين جري مركا نبي صلى الله عليه وسلم ركعة دا هوري مركز تا إن أديريو أيا كسبنايد أو مركا هديكي ساهيد وكان يقرأ وحان أخرين جري نبي صلى الله عليه وسلم في كل منهما لبدا ركعة دوت إيه هوري متكست أو كمد أه قدر 15 آية إن مركا شنئ طبن آية دود نقونيسي قدر نصف ما يقرأ كلابد وحا أخريو في كل من الرقعتين الأوليين في الظهر فقعده هراء ظهر كوحن صوت الماني صدن آية دود إن أخرين جريد عصر هو كجابين هاي وعصر كشريعة طبعاً آية ذود أيو مكان النبي صلى الله عليه وسلم وكنت كنشري ويه أيو تلمامية وكان وحوها يجعل متكيلا الركعتين الأخيرتين لبذا الركعة ذود أيضاً به أقصر كوك جاباً من الأوليين كوي هري قدر نصفهما إن مركا كالبرد كود نقرأيسا إن كالبرد كود نقرأيسا ها وكان يقرأ فيهما وحي صلاة عصرية صلاة الظهر إسرائي وحبذن وفرقه وما دحايا وكان يقرأ فيهما وحكو أخريني مركا لبذا ركع ذولي أخري بفاتحة الكتاب فاتحة يكو أخريني وكان يسمعهم الآية أحيانا مرمرنا آيات آيات أي كرء قاذي أم قشيني ويقرأ بالصور التي ذكرناها وحونك أخرين شري سورة ديها أي نكسو شاقني في صلاة الظهر صلاة الظهر صلاة الظهر يا صلاة عصر آبئس شبها صلاة المغرب شند صلاة الظهر إن شاء الله أي نسيقار أوكالة الثلمام هنا صلاة المغرب محوك التقين شري عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه صحابة وحكام أها سيدة قارك عن النبي صلى الله عليه وسلم هديه سينا أقول نقمان هديه اللي إله هذا ما لنبو النبي هل كان استاغي إنه استاغي أي يسكد إجري قفك مسلم كأهنا مركز اللي إله هديه النبي صلى الله عليه وسلم سيدة أها
inuu ilaahay ugu dhawaado wixii uu nabigu sallallahu alayhi wasallam sameyn jiray inuu ku dhaqmo aad bay wanaagsan tahay وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم نبي وحواها يقرأ مد أخريا فيها أي في صلاة المغرب صلاة المغرب أحيانا مرمر بقصار المفصل سورة ذها قابا إيه سبع خميسات حتى إنهم من سورة المعنى سبع خميسات إيه سورة ذيس قابا إن أما والشمس إن تكوازيس ليلي أما سورة السماء انشقت إن تكوازيس ليلي وإن سورة المعنى مركا سورة ذها قاقابا بكتو قنشري حتى إنهم إلى أي صحابة كانوا أهايين إذا صلوا معه هدي أي لتكذان وسلم بهم أو مركا أو سلام ضيستو إن صرف أحدهم قفكود وحاو كبحيي ومساجدك كتغيي وإنه ليبصر إساقو أو أركيا مواقع نبله هل كفلادي سوائي كود عايسو حديث كان وحوت الماما يا إفتين إنو تشري أو صلاة مغرب نبي صلى الله عليه وسلم إلا أي مذوباته آنو لسوغي تشري ولئني إفتين أحيدو فلاد مركا أوتورو هل كفلاد كود عضي وغفك أركي كارو iyada iftiina salaada maghrib laga baxay maxay marka aksi ku tahay salaada maghrib marka la dheereeyo oo quraan dheer lagu tukado de mugdi baa laga soo baxaya iyada mugdi baa laga soo baxaya marka xadiidku wuxuu tilmaamayaa nabi sallallahu alayhi wasallam inuu fududeyn jiray oo salawaad salaatul maghrib ee quraanka uu akhrinayo quraan fudud uu aha saxaabada qofkii baxaana adduunkiyo iftiina marka uu baxay وقرأ وحو أخري النبي صلى الله عليه وسلم في سفر استقوى سفر بالتين والزيتون في الركعة الثانية ركعة اللي بعد يكنت كذي وكان أحيانا مرمر وحوها يقرأ من أخري بطوال المفصل قرآن كسبع خميسة آية سورة هو دعدير أفرت جزء هو سيئة سورة دعدير بو أخرني وأوساطه iya suuradaha dhexdhexaadka ah xagga dheerarka ayuu ka tilmaamaya fa kaana taaratan yaqra marmar wuxuu ahaa mid akhriya bi inna alladhina kafaruu wasaddu an sabiilillaah ha adalla a'maalahum suuratu muhammad ayuu akhrinayay marmarna wuxuu akhrinayay wa taaratan marmarna wuxuu ahaa wa tuur ayuu akhrinayay wa taaratan marmarna wuxuu ahaa أما مرنا وحو أخري والمرسلات قرأ بها سورة وحو كنت كذي في آخر صلاة صلاها صلاة أقد بيسي أوت كذي أي نبوك أخري سورة صلى الله عليه وسلم وكان أحيانا يقرأ مرمر وحو أهامد أخري بطولي الطولين ها بطول الطولين يعني سورة ذها أعراف هي سورة ذها دادير أيو أنتو آيات كذا دادير أيو مركا وكتو كان يوي في الركعتين اللي بدر ركعة ضبط لكن النبي صلى الله عليه وسلم مرنا بكما سبنان إنه آد ديريني صلاة المغرب مرنا بكما سبنان سلطو آه وقت جاي هي سلطو صلاة المغرب أي مركزتا كوبن وي القراءة في سنة المغرب سنها مغرب كان قرآن كالآخر يوم وأما سنة المغرب البعدية صلاة عصر سنة ما لها أها ويكون رئيس مياه صلاة عصر صلاة عصر وح سنة ما لها صلاة عصر وح سنة أو أي لها ذا مجرد سنة تحية المسجد كده سقوى مركز تقوى مساجد كأتسوقش سيري دابا سنة كرواتب تلي لاهدو ee salawaadka shanta ala socda waa 12 ragacadood laba ragacadood waxay ka horeeyaan salaatul fajr afar ragacadoodna waxay ka horeeyaan dhuhur oo laba laba loo tukanayo laba ragacadoodna dhuhur bay ka dambeeyaan salaatul asr sunna maraha maghrib laba ka dambeeyaa cishaagana laba ka dambeeyaa ha sida awgeed baan hadda inoo sheegin sunna la socda dhuhur waa la ino sheegay waxaan leeyahay salaad fajr waa la ino sheegay laakiin halka casr inuu muu sheegin marka casr ku wax sunna ah ma laha weeye
صلاة القراءة في سنة المغرب سنها مغرب كدن بيا وأما سنة المغرب سنها مغرب كالبعدية كدن بيا فكان يقرأ وحو أها النبي صلى الله عليه وسلم من أخرية فيها نحن إذا قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد لبدا ركعة لبدا سورة أيها كانت تفجر صلاة العشاء صلاة عشاء وكان صلى الله عليه وسلم نبي وحوها يقرأ مدخريا في الركعتين الأوليين لبدا ركعة أخرى من وسط المفصل قرآن كان نحن سبع خبيسات أيها كنت تفجر يعني قرآن كان آدنا أولا ديرين أنا أقع قامنا ينرح لحالة أي أخني فكان تارة مر مروح وها مد أخريا فكان تارة مر مروح وها يقرأ مد أخريا والشمس وضحاها إيا وأشباهها من السور والشمس إيا سورة لها أؤك أك أي أخني وتارة مر مر مروح وها مد أخريا يقرأ إذا السماء انشقت أي أخني وكان يسجد بها وانكس جودي إذا السماء انشقت أي أخرني سجود يذنبوك سجودي سجود التلاوة وقرأ مرة مربو النبي صلى الله عليه وسلم وحو أخري في سفر إساق وسفر والتين والزيتون أي وحو أخري في الركعة الأولى ركعة كوبان هذا عشائي كما الله ديرين كرا أو إساق قرآن كيسين وآدو ديرا هذا ما الله ربا ونهى نبي صلى الله عليه وسلم وحونه أوديدي عن إطالة القراءة إن لدير يؤخرسك فيها صلاة عشائك وذلك أردتنا وحيهين حين صلى معاذ مركي معاذ بن جبل حين صلى معاذ بن جبل أوتشي لأصحابه أصحابتي سأل عشاء عشه فطول عليه وكدري فانصرف رجل من الأنصار من أنصار كميد حديث كورين أسوى مرنا من أنصار كميد أيا كبحي صلادي أو فصلى وأسكت كذي فأخبر معاذ فأخبر معاذ عن معاذ بالوشي مركع منك فقال وحويلي إنه منافق ومنافق رواية دي هوري إن به لنفاق بها نفاق وكتر لكن حديث رواية وحوت الماما يعين منافقيها ولما بلغ ذلك الرجل إن كيب مركع أي قاعدي مركع رنتاسي دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك يوسف وقلي فأخبره ما قال معاذ وحويلي أيه الشيغي فقال إنه لو النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحويلي أتريد أن تكون فتانا يا معاذ موحد دون سائنا نقوتين مدفتن ولا معاذو إذا أممت الناس حدي أدتك إمام نقوتين تجسد فقرأ وحاد أخر ذا ب والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى وقرأ باسم اقرأ واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى صلاة ذا وحاد أخر ذا مركز سورة ذا سببت وعب خير فإنه يصلي وراءك الكبير فإنه يصلي وحكوت كنيا وراءك قداش هذا وحكوت كنيا الكبير قف وايلا والضعيف قف تبردرا وذو الحاجة يقف دن له كورما إمنك أو أينو سمر كتشرنو أو صلاة اللوصو قابيو أما اللوصو يريو سببتو وقت بينان هيسن أو صلاة دي عشائيها كوبية طبانك يلبية طبانك النقوان إيسان كورما دي إمام كنت سوء استاغو وشم بيج أما أفر بيج وتلاوة دي عادية هيدو وذن شري يوردقي سيقوته حوغا واوح فقهي كسور جيدا صلاة دوحا لوسو قابية تصالحان روبا دأيبا أو صلاة دوحا نقصو قابيني أما صلاة دوحا قجمعيني وحوي روبك إيا الظروف تا تلاوة دان إلا قابية فقه كينية حتى وحين صلاة دي أجمعينينا ومغربية عشائي سولته كنينا دي وحوي صلاة دي عشائي وقت يدي سوقلين دادك هبين ما هيستان هبين كبا ساعدين سؤاد يريهين إيادو هبين كساعدين سو يريهين حد دي دادك تلاوة دي آد كوبا دي سيد وقرآن دير أخر سيد دي فقه يرباد ناشي كسارت
marka in la la gaabiyo oo marka salaada la fududeeyo ayuu fiqhigu keensanayaa way salaatul layl culimada salafka waxa laga sheegi jiray waxay yiraahdeen ninku inuu faqih yahay marka uu faatixada bilaabo ayaan garana inuu faqih yahay inaan faqih ahayn يعني آيات كسيدة وآخرين أيو إيو ندنك ومعنها أسمين أيو إيو تلاوة ديسة أيان كنقرنا بيورن جرين أصل أهانا أقرأهم لكتاب الله باوحو أهان جرين أفقههم في الدين قفك قرآن كأقوبة ديا أيا فقه كانا قفك أقوب في عنا وقفهم في عنا أهان جرين مركز سنة سيقال له رجزين جرين بچرين قرآن قلالا وقفك فقه ولا الصحوة هذه إساقو إمام أما حافظ القرآن ليلة هذا صلاة الخسوف والكسوف إمام نوغو نوغو آن قراني إمبا سيلوتو كذا مدعجر لذلك بوحى مضان أهل القرآن إن أي سيقارا ولو صلاة عبادين كراهين ودن بيين وصلاة لها يقاد لوغو باهي صلاة إيا فقه كذا إن أي سيقارا وبرتان كد دالا فهن كذا وايو انت عاد صلاة السوق شيد وحلا شيقا نين حافظ القرآن اي نين فقيه اي عاد امور مي دين تا او مربا قرآن كو قب صدا نين كان حافظ القرآن مربا قرآن كو قب صدا ما نسي دما جنازة الاسوي مي مركا سوي حافظ القرآن كي انا توجي نكي فقيها تبا حافظ القرآن كو قال ايو قرآن كي بو اخري ايو مركا سوي اخري ده حقا كو ركوعي إلا ركوع مالها صلاة جنازة دو isagu xafid quraan buu ahaa laakiin salaatul janaaza si loo tukada ma garanay marka qofka ahlul quraan ka ahi fiqhiga uu u baahan yahay ee daruuriyadka ah ee salaawaadku ay ka mid yihiin ama ugu horeeyaan inuu gaar isaga dhiso aad bay lagama maarmaan u tahay salaatul layl salaad habeenkii nabigu sallallahu alayhi wa sallam uu tukado iyadayna insha Allah ku soo koobi doona hadii Allah inuu ku soo gabeeyayna darsigeena وكان صلى الله عليه وسلم نبي جوحا وها ربما جهر إن أمر مر ربما وحبل جيا با جهر بالقراءة فيها إن كر قاض قرآن كأو أخرنا يسلاة الليل ك وربما أسر مر من وحبل جيا با إن سريستو ها يقصر القراءة فيها تارة يقصر وحجا بنشري القراءة قرآن كأو كنت كنا يوم أخرسك فيها صلاة الليل كدحذيزة تارة المرمر ويطيلها أحيانا وقت يدقيبته النواب ديريني ويبالغ مرمر نوحوك حيل ديراني في إطالتها ديرين تيدا أحيانا أخرى مرمر كلي سببت صلاة الليل كليا باتكني كليا باتكني دادك وحلقي يا أبا هذه جماعة كلها تكني سادة الضعفاء إنها كلها تكني لكن صلاة لها فرض كأه تدك جماعة ذي ربان إن لو فضو ذي يافق ويه صلاة لها صلاة الليل كأه وضي رين كتا نبي صلى الله عليه وسلم وقت يدغير تد ودي رين شري وهي دي رين شري نبي صلى الله عليه وسلم حتى قال عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود بوحي لي صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم نبي أيان لتك ذي ليلة هبين هبين نذا كمدا فلم يزل قائما كموزول إنو تاغنادو حتى هممت إلى أن كهمي أما كفكري بأمر سوء أو سوء لبدا واسح أرنحن إلى أن كفكري قيل وحلويري ما وما هممت أو محال مركا كفكرتي قال وحويري هممت وحن كفكري أما أن كهمي أن أقعد إن فريستو فردي كتكدو أو أذر النبي صلى الله عليه وسلم نبي أن كتكتو سوو تاغن إن صلاة فريستو هذا وين بنانت صلاة الليل كان فردي كتكدو يين استاق بكتكدو بنانت لكن النبي صلى الله عليه وسلم تاغن محاي فريستنا يا أيو مكا صحابي قاسي ودي دي هيوي وقال حذيفة بن اليمان حذيفة يا وحويني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم نبي أيان لتكذي وصلاة الليل إيه ذات ليلة هبين هبين نذيم كمذا فافتتح وحو بالله حذيفة والله قرانا يا صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم نكي منافقين تقول ديقاني والله شيئا أيوها
مركا وحو يري وحو بالله النبي صلى الله عليه وسلم البقرة سورة البقرة أيو بالله فقلت حاني يركعوا حكو الركوع عند المئة بقول آية ذو مركو قارو ثم مضى وابو السعودي فقلت حاني يصلي بها في ركعتين لما ركع ذو سورة مركا أكل قيبنا فمضى وكو السعودي فقلت حاني يركع بها البقرة مركو دمي ركوع ثم افتتح دو نوحو بالله وفر فرتين النساء سورة النساء بالله ثم افتتح فقرأ هون وذاخره ثم افتتح دو نوح بالله آل عمران بالله فقرأها ينو أخره يقرأ وحسو الدين قرآن كصدح ذا سورة ذو قرآن كأولا دير لقدت كنيو تلو موحو كنت كني إساق أمركا جزاك الله خير موحو كنت كني إساق قرآن كمركا ددتشيني أما ددوبيني مي كنت كني مايا يقرأ مترسلا سد جناش كتشرته أي مركا النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر هديء صومر بآية فيها تسبيح آية مركا تسبيح كتشرته سبح سبحان الله ولها وإذا مر بسؤال آيات إلهي وحلو ويدي سنية وحدي وصامرنا سأل إلهي وحلو ويدي سنية وإذا مر بتعوذ آيات إلهي وحلق غما انقليو حدو صامرنا تعوذ إلهي بمركا كما انقلي ثم ركع عدبنا وكل ركوعي صدح سورة ضد وكنت كذي صدح سورة ضد أي وكنت كذي حديث لأبو أهابكا وقرأ مرنا وحو أخريي وقرأ ليلة هبين وحو أخريي وهو وجع إساقه وليب حنون سنية إساقه حنون سنية السبع الطوال تدبضي لعلي رأي أخري وإن صوت الماني البقرة آل عمران نساء مائدة أنعام أعراف إيا يونس أما أعراف أنفالية توبة لبدا علماء كنت الماما سبع طوال إن لي لهذا إلى أعرف ولح سورة الضباد وسورة يونس إن لي لهذا سورة الضباد وتوبة إيو أنفال الله سكو قاضي وكان أحيانا مرمر وحقوها النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ متك أخريا في كل ركعة ركعتك استوحك أخرني بسورة منها سورة كمد أحيك أخرني تضباد بعدين وما علم لما أغان أنه قرأ القرآن كله إنه نبي قرآن كأوردن أخري في ليلة قط هل هبين ولي إنه أخري لما أغان حرمالين يا وإنه كالاتشار دورنا وإنه يربيرات وإنه نبي صلى الله عليه وسلم إنه سورة قرآن كأوردن أكدمي هبين مرنبا لما أغان هذا وحا بريهن أدمو دائن النقطي وحلقو ترتمو قرآن كأو جلسة لغو دمئيو أما هل ركعات لغو دمئيو إنه دادكو آدو هذا الخيان لكن نبي صلى الله عليه وسلم حديقي سيكا ممت أحين إنه قرآن كودن هبين وكو دمئيو إن شاء الله هالكسي نكوشو چنين إن هذا ما إن شاء الله درسي قدام بي أيين كسي وأي موضوع عن هل مركم كما وضع بحكرنا ويار ليري هاي وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين وحسن آل ميكرا عشان فضل تلاوات كي النبي صلى الله عليه وسلم حديث أين هدت المامي دون عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه ودرس كذا من أبو بلابن دوناي أي النبي صلى الله عليه وسلم قعد صدي قرآن كأنت أكنت كني النبي صلى الله عليه وسلم وحو أقول عضي إنه صدح حبين أكنت مي مصدح مع المذ أكنت مي وحانو يلي أنت وحكير قفك قرآن ككرد مي لم يفقه مفهمين قفكاسي مركا سيد عادي
وصدر مع المدن لغونا مايو وسيدي هديه النبي صلى الله عليه وسلم هاي جبريل مركا أولى مدارسيني بشهر رمضان حال مركو دميني بسنة كي أقدم بي وقيريو ذي رمضان تيسي وحول الدمي اللواجر قرآن كي أقفي عن تلاوة إيسا وسبع ليال تضوى مع المدن لغونا مايو حدير لقيت تقوايو صدح مع المد وعالي لكن صدح مع المد وحكير قرآنك واحد مودا إني حد قدب تهي أما أنا أهين هديك النبي صلى الله عليه وسلم ويبنات هاي ومجرتو دليلك سعره ري منعيك إيو لما سمينك لكن أبو سعسل محويد قف قاسي مفهمين ها حديثك أنا يرك المامو وحويدي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في كل شهر قال قلت إني أجد قوة قال فقرأه في 20 ليلة قال قلت إني أجد قوة قال فقرأه في 7 ولا تزد على ذلك ثم رخص له أن يقرأه في 5 ثم رخص له أن يقرأه في 3 ونهاه أن يقرأه في أقل من ذلك وعلل ذلك في قوله من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه ها لكن فوق هذا دم مكة أي ترماميان وحيدا عنهن ويبنان تهاي لكن هديك النبي صلى الله عليه وسلم معه قرآن يقف مركونا ما ينكره ويبنان تهاي لكن هديك النبي قام معها هديك النبي وحواها ويران صدح مع الموت إن الله قيبي إن الله قيبي أددتك تدب ساعة عدود تمن ساعة عدود ويقول ما إياه لكن بنان باليها ولا داليها قرآن كمركز تقيم بدن أتسيد الفرديدنا وحالو ما إياه attention kaagii iyo soo jeedidii ihtimaamkii aad haysay marka dhamaan loo iska wad buu noqonaya marka inta binaadamka awoodiisu 3 maalmood baa ugu fiican hay jazakumullahu khair assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh